طقس ربيعي دافئ وأجواء لطيفة ليلا والأجواء مشمسة عموما، والتفاصيل بعد هذا الفاصل. النشرة الجوية تأتيكم بالاشتراك مع المناصير للزيوت والمحروقات، شركة بسطامي وصاحب، وكلاء نيسان وإنفينيتي في الأردن، ليدرز سنتر، كريم هايبر ماركت المهنية للاستثمارات العقارية، والسعودي وشركاه للتطوير العقاري. مساء الخير. إذا تبقى الأجواء ربيعية لطيفة في معظم مناطق المملكة، وبالنظر إلى صور الأقمار الصناعية الواردة لدينا هنا في مركز طقس العرب، نجد أن هنالك سحب مرتفعة تكون في جنوب وشرق المملكة لهذا اليوم بمشيئة الله. أما بالانتقال إلى درجات الحرارة ليوم الغد، نجد أن الأجواء تكون مشمسة في معظم مناطق المملكة والأجواء لطيفة بمشيئة الله. ننتقل سوية لمعرفة درجات الحرارة المتوقعة لهذه الليلة في العاصمة عمان، حيث تكون الأجواء صافية، درجة الحرارة تصل إلى 15 درجة مئوية وسرعة الرياح تصل إلى 15 كيلومتر في الساعة. أما ثلاثة أيام القادمة فمن المتوقع أن تكون الأجواء صافية خلال يوم الأربعاء والخميس والجمعة، لتتراوح درجة الحرارة ما بين 26 درجة مئوية و 29 درجة مئوية نهارا والأجواء صافية، أما ليلا ما بين 16 إلى 20 درجة مئوية خلال ثلاثة أيام القادمة في العاصمة عمان. ننتقل سوية لمعرفة درجات الحرارة المتوقعة في مناطق المملكة، ونبدأها شمالا من إربد، نهارا من 28 إلى 16 درجة مئوية، ليلا 29 إلى 16 في المفرق، في جرش من 28 إلى 17، في عجلون من 26 إلى 15 درجة مئوية ليلا والأجواء صافية. أما في العاصمة عمان من 26 إلى 16 مساء، في الزرقاء من 29 إلى 17 درجة مئوية مساء، في البلقاء من 26 إلى 16، في مادبة من 27 إلى 16، وفي البحر الميت الأجواء حارة 36 درجة مئوية و 23 درجة مئوية ليلا. ننتقل إلى المناطق الجنوبية لمشاهدة درجات الحرارة. من الكرك 27 إلى 16 ليلا، في الطفيلة من 26 إلى 16، في معان من 29 إلى 16، في جبال الشراه من 25 إلى 13، وفي العقبة من 36 إلى 24 درجة مئوية ليلا. وأخيرا في المناطق الشرقية، في الرويشد والصفاوي والأزرق تكون درجة الحرارة 32 درجة مئوية نهارا، وليلا تتراوح ما بين 16 إلى 18 درجة مئوية. إذا كانت هذه أبرز المعلومات الواردة لدينا هنا في مركز طقس العرب. إلى أن نلتقي في نشرات قادمة، دمتم في أمان الله. النشرة الجوية تأتيكم بالاشتراك مع المناصير للزيوت والمحروقات، شركة بسطامي وصاحب، وكلاء نيسان وإنفينيتي في الأردن، ليدرز سنتر، كريم هايبر ماركت المهنية للاستثمارات العقارية، والسعودي وشركاه للتطوير العقاري.